أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشاكلنا.
مصيبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وأشغي لي ظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد yang mulia kepada guru-guru kita tuan-tuan guru yang sudi hadir kepada majlis yang diberkati dan dirahmati oleh Allah ini dan juga kepada para pelajar-pelajar kita dan tetamu yang datang pada hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk dalam golongan mereka yang dirahmati dan dikasihi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sebagai ucapan ringkas sebelum kita nak mulai majlis kita ni syukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini boleh juga kita mengadakan majlis Al-Ihtifal bil Maulidin Nabawi
sallallahu alaihi wasallam merupakan satu majlis yang mengenangkan jasa Nabi dan juga menzahirkan kegembiraan kita, kesukaan kita terhadap kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk ulama lok riuh tak mau. Ada pihak yang tertentu ada rasa tak puas hati dengan cara-cara yang kita mengadakan. Sebenarnya kita sudah tetap pendirian kita. Ulama kita radhiyallahu taala anhum mereka telah bahas perkara ini sebelum daripada kita lagi. Semenjak daripada timurnya Maulid Nabi, cara-cara berkumpul begini jauh daripada korun yang kena sampai kepada kita sekarang ni, ulama kita radhiyallahu taala anhum sedang bincang dan juga mereka sudah selesai perkara-perkara itu. Jadi kita ni tak ada banyakkan masa untuk nak mulai majlis. Tapi ada satu perkataan saya terjumpa dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah bagi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menakalkan satu cerita, satu perkataan Al-Imam Suhaili rahimahullahu taala, yang mana Imam Suhaili ni nakan daripada tafsir bagi Baqi, Imam Baqi bil Makhlad Al-Hafidh rahimahumullah ta'ala. Imam Baqi ni anak murid Imam Ahmad bin Hanbal lah. Imam Baqi ada sebulan tafsir dia bahwasanya ranna iblisu arba'an. Iblis ni ia berjerit 4 kali, ia tiup jerit 4 kali, 4 ketika 4 kali. Kali yang pertama Iblis yang berjeritnya hina lu'ina. Satunya ketika Allah Ta'ala laknat dia. Ketika Allah Ta'ala laknat dia, Allah Ta'ala perjauhkan dia daripada rahmat, dia jerit, dia tiup, dia sedih. Satu. Dan Imam Baqi bersebut lagi dalam tafsir dia, dia kata kali yang kedua yang iblis berjerit iaitulah hina uhbita, ketika Allah Ta'ala halau hamak dia keluar daripada syurga. Dia hamak dia tubik ke dunia ni, teka tu dia berjerit ya tiap. Kali yang ketiga yang iblis berjerit dan tiap menangis dan sedih, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperanakkan. Dan kali yang keempat hina umzilat suratul Fatihah, ketika surah Al-Fatihah diturun iblis jerit dia. Iblis tak suka kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tak suka, dia sedih, dia menangis, dia tiup, dia jerit. Maka Nabi kita sudah beranak dah lama dah sallallahu alaihi wasallam, dan iblis pun sudah berjerit dah. Hak ada sekarang ni hak ekor-ekor iblis tu ya, dia tak suka bila orang menzahirkan syiar Islam, orang menggembirakan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tak suka, dia tak suka. Maka walaupun tuduhan daripada syiah macam-macam lah, duk khilaf ulama siapa orang wak makluk mula-mula. Sengah kata Malik Raja Sahibu Irbil Al-Sunnah wa Jamaah kita, sengah kata daripada syiah. Itu bukan tajuk bahasa kita, ulama kita dak sekali. Ulama kita tak bahas itu. Ulama kita bahasnya apabila timur perkara tu, apa hukum syarak tentang benda tu, adakah benda tu bercanggah dengan nas ataupun Al-Quran ataupun hadis atau kias atau ijma'. Kalau benda tu lawan dengan Al-Quran hadis, maka ulama kita tolak. Tapi kalau benda tu tak bercanggah, ulama kita timur ambil.
Maka ulama kita tak bahas betul kata sutung tu boleh makan tak. Tak ada kira, tak ada kira sutung tak sutung tu ku kira. Tapi bila jadi tom yam tu, ha, apa hukum tom yam? Tu kira semula. Maka sekarang ni dalam majlis maulid kita ada baca Quran, ada zikrullah, ada baca sirah nabawiyah, ada menyambungkan makanan, ada sebut sirah cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bersahabat dan bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka benda tu tu himpunan daripada daripada majlis maulid kita. Jadi rasa pelik juga, sutung boleh makan, serah boleh makan, kuah boleh makan, kudai boleh makan, tapi bila ramu jadi tom yam tak boleh makan. Itu masalah. Baca Quran boleh, zikrullah boleh, jamu makan boleh, apa-apa boleh, tapi bila wak makhluk tak boleh bida'ah. Itu masalah. Itu orang yang kurang mengkaji tentang masadir syariat Islam kita. Maka mudah-mudahan kita tak kena bimbang. Kalau mereka nak membantah maulid, mereka kena lakuh kepala puak ulama-ulama hadis gitu dulu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Ibnu Jauzi, semua hafiz, bukan orang biasa, hafiz hadis. Ulama hadis saja yang bangun untuk mempertahankan maulid dan mereka menyokongkan perbuatan maulid. Walaupun Ibnu Hajar kata, walaupun benda ni tidak asal, tapi benda ni adalah kebaikan. Abu Syamah, Tok Guru Imam Nawawi menyokong. Semua ulama hadis menyokong, maka kita tak kena lebih mebah. Mereka tu mempertahankan perkara ini sebelum daripada kita lagi. Maka kita berbanggalah menjadi umat Nabi SAW dan mengikut jumhur ulama yang mengatakan majlis maulid Nabi SAW itu harus dikerjakan dan boleh dibuat. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan barakah dan syafaat dari Nabi kita SAW. Maka tidak melewatkan masa, saya memulaikan majlis dengan kita baca bersanji dan ada tahlil sikit. Tahlil arwah sikit. Minta kepada tok guru kita, bapa mak, sikit untuk tahlil sikit bapa, arwah sikit sebelum kita mula. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والمقربين وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وإلى أرواح آبائنا وحواشينا ومشارفنا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. لا إله إلا الله والله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. الذي يوجه في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو العليم لا تأخذوا سنة ولا نوم اسلموا ما بالقرآن والصلاة من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم شهد الصلاة على أسعد مخلوقات تحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدنى قلوبنا بك ومداد كلماتك ملائكة ربك الجاهلين وقال عنك الغفور اللهم شهد الصلاة على أسعد مخلوقات تحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدنى ذكرك الذاكرون وبلى عن قدر اللهم صل وسلم على أكرم الخلق قبل الجا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدنى معلومات الجا وسلم إذا كلما ذكرك الذاكرون وبلى عن قدر وسلم رب الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. افضل الذكر فعل انه لا اله الا الله 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 لا اله الا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها وهو
الصحابة والأتباع سيدنا محمد بن عبد
بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة واسمه المغيرة الذي ينتمى لارتقاء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قطاعة القصية إلى فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبان وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسلم واسطته المنتقى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد
يا ربي صل علي وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل علي وسلم، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي توشى نبي نوري، يا ربي حفظك وأمانك، يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، أطهر اللهم قبره الكريم.
صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما سلم شهران على مشهور الأقوال المروية. توفي بالمدينة وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية. ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وسلم على راجه تسعة أشهر قمريا. وآن للزمان
له صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلى
إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وولي الحسنات
seperti intan tatombai duri adalah janggu sangat nyolba bertambahnya lagi pahlo berdoa akhirat sederhananya Nabi rendah dan tinggi kasar segala tulang dan sendi sedikitnya daging sangatnya lembut sekali yang nyujari kepala yang mulia besar sederhana panjangnya rambut sampai ujung telinga eloknya rambut sangat sempurna boleh dibanding seperti anak turno di celah antara dua belika khatamun nubuah suatu rupa seperti tersuara tiadalah hilang sampai akhirat adalah peluh badan yang mulia sangatlah hiram oleh manusia baunya harum tidak terkira keluar seperti seperti lulu mutiara adrillahumma qabrahul karim bi'arfin syarim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم
ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشوى ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويغضب لله تعالى ويرضى لرضا ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وسلم يكل اللوى ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعي ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى فبنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإمداء في فدافد الإيضاح منتهى أطل اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفا، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالقدم والبقاء والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استنى الأنام إلى قرة القيومية وأرسل بفضله من استرشده واستهداه. نسألك الله بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشرك الجاه، ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورة وأول بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاصية، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين ما طلبه ومنى، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الأمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مضر همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، وتدلي لنا من حسن اليقين خطوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتستر لكل منا عيبنا وعيبه وعجزنا وعجزه وحسرنا وحسره وعينا وعيه، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عززه، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومرزية، ولكل راج ما أمله فيك رجا، وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصل الرعات والرعية، وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم المبارك وأجره. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رقية، واسقنا غيثا يعم ثياب سيده السبسب والربا، واغفر لنا ولناسج هذه البلود المحبرة المولدية جعفر من إلى البرد نسبته ومنتمى، وحقق لنا وله الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيلنا ومقيله وسكننا وسكنه، واستر لنا وله عيبنا وعيبه وعجزنا وعجزه وحسرنا وحسره وعينا وعيه، وكاتبها وقارئها ومن أصاب إليها سمعه وأصغاه. اللهم صل وسلم على أول قابل التجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وغلاه، ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط الجوهرية، وتحل سدور المحافل المنيفة في أمونه لا. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما هللنا هدية لروح المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين، ولأرواح أهل القبور من المسلمين. اللهم اغفر لهم مغفرة من عندك جامعة وارحمهم بك سالمة. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لصاحب هذه الضيافة وارزقه من الحلال وجنه عن الحرام، وأتمم نيته وتقبل ضيافته وارحم مرضاه، واغفر لنا وله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين آمين. Alhamdulillah, selepas hari ini kita ada jamuan nasi. Ada dah hidup di luar tu setengah-setengah, maka boleh setengah kita ni keluar untuk makan di luar ni, dan juga untuk buka tempat kita nak hidup di dalam ni juga. Maka insyaAllah ada kepada untuk makan kita bawah hari tu, minta-minta tolong hidup.